خويا عادل كلمة حق راه نقولها احنا قدام المحكمة، فهمتيني؟ الله يسر المظلوم. دابا القضية راه فيها الظالم والمظلوم، فهمتيني؟ انت راك ظالم اخويا عادل، الله ينصر الحق يا ربي. المهم انا معاك، المهم داك التهديد اللي انا وياك، المهم داك الشيء بوحدو، راه المحكمة كاين، المحكمة الحمد لله، المهم راه كاين القانون في البلاد، حنا في بلاد الحق والقانون الحمد لله. العلاقة صديق ديالي كان خدام معانا، كنت ساكن معانا، هو الطباخ دي انا الطباخ ديالو، انا مربي ديالو ديال الوليدات ديالو، انا كنت معاشر معاه من 2001 حتى 2010، كنا اصدقاء ما كناش نتفارقوا بخبار. المهم راه الناس راه تعرفونا والحمد لله، راه تعرفوا الناس. انا كنت طيب ليه، انا كنت عاشر معاه، كنت ساكن معاه في الدار، انا ما كنتش نتفارق معاه، انا صاحبو ديال بصح، انا صاحبو ديال الفنيين واخا ماشي فنان، وصاحبو ديال العائله ديالو كامل تعرفني عليهم، والناس ديال الفنانه كامل راه عارفني معاهم، الفنانه ديال المغرب ديال الجزائر كامل تلاقيت معاهم. انا بعادي كنت نعمر معنا كصديق، ما كناش نتفارقوا وقتها، كنت ساكن معنا، كنت ساكن معاه. لا وليدات ومنيه نتقلد بها من لحمه ودمه وشحمه وعظمه، ومنيه بنته، هو كان تيقول لي بنته، وكان تيجيبها لعندو الدار، هو انا ساكن معاه في الدار، وكان تيجيبها، تيجيب بنته، ومنيه بنته. عزيز قال لك شاك فيه، ومنيه تيقول لك انا راه بنتي هذه، وهذا عزيز من شاك فيه يدير مع لاضين، يهبط معاه يفك هاد المشاكل. يفك هاد الجرختي حيت هو اللي عنده دابا، هو عنده لا يطفي ولا غيشعل. التهديد المهم شهادة، انا شهادة لله حيت انا تنعرفو بنية، ديك البنية قلت له ودي هادوك وليداتك، ودنا في وليداتي يعني. انا ماشي انا تنخاف منه، تنخاف من الله سبحانه وتعالى، انا غير المرأة والدراري هما اللي دار لهم الرعب، انا المرأة راه مرعوبة عندي، والدراري ما بقاوش يمشيو لها المدرسة يعني. هاد الولاد يتبعادين مع هاد المشاكل، يواجهني يهضر معايا مني وليه، يقول لك انت شاهد تقول شي حاجه قولها في المحكمه، وانا الحمد لله راه نقولها احنا قدام المحكمه. انا غير هضرت، انا فهضرت فدرت اللايف مع عزيز، هو هدني ديك الساعه صار اللايف هدني، عيط ليا، عيط ليا من طريق المزقيطي، عيط ليا، التليفونات كاين الحمد لله، راه عيط ليا ماشي بعيط. ورا العالم راه سمع داك التهديد، واش فهمتيني؟ حشومه انا، حنا ما نقلوش مع الحياه، واخا قلنا مع هو معنا الحياه، حنا ما نقلوش مع الحياه. قال لك وليداتي رد بالك لوليداتي، واش فهمتيني؟ الوليدات ديالي قال لك هرزيني في وليداتي، انا خططت في هذوك الوليدات ولا غير الوليدات شي حاجه اختي، فهمتيني؟ اما انا ما انا نخاف من الله، ما عنده ما يدير لي انا. هذا قضيه دابا عند المحاميه ان شاء الله، المهم المحاميه هي اللي تكلف لينا بهذا، فهمتيني؟ نتابعوا ان شاء الله، علاش ما نتابعوا اختي؟ فهمتيني؟ نتابعوا. هذا الانسان هو اللي تيموت الواحد على ولادو وعلى بلادو وعلى مال اختي. تمام. فهمتيني؟ حنا راه دوك الوليدة تنقتلو ونموت عليهم. والله يهديه، الله يهديه يا ربي تهديه، بغينا حنا يدير عقلو يخدم عقلو، ماشي غير يتبوق وما يسوق، شي يتبوق يتسوق. وتقريبا هذه عادي الما شي واحد النهار تلاقيت معاه شي شهرين هذه ولا ثلاث شهور، فهمتيني؟ عادي اللي كنا تعرفوه ما بقاش عادي اللي ديال دابا. سلام تتلقى معاه، لاباس لاباس صوي، السلام عليكم. تلاقيت معاه ماشي ما تلاقيتش معاه، كان عادي الله عمر هذا الحق يقعد، فهمتيني؟ كان الله عمر هذا. وهذه شهادة لله اختي، احنا راه قلنا قدام الامه.